مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بالنشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الجمهورية يعزي أسرة وأقارب الرئيس الراحل علي مهدي، مجلس الأمن يمدد مهمة أميسوم حتى نهاية العام الجاري، وزير الخارجية التركي يعلن اعتزامه زيارة الصومال قريبا، قائد الفرقة 21 يتفقد قوات تستعد لشن عملية ضد ميليشيات الشباب. والآن إلى تفاصيل النشرة، ومعكم محمد عبد القادر سعدال. استقبل رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو بالقصر الرئاسي عددا من أسرة وأقارب الرئيس الأسبق الراحل علي مهدي محمد لتقديم واجب العزاء. وأشار فخامته إلى أن مراسم التشييع الوطنية التي أقامتها الحكومة الفيدرالية للمرحوم تعكس مدى تذكر الشعب والحكومة دوره في حكم البلاد. وقال فخامة الرئيس: رحيل الرئيس الأسبق علي مهدي محمد لم يمسكم لوحدكم، بل مس الشعب الصومالي بأكمله. لقد لعب دورا رئيسيا في حكومتنا، وسنذكر دائما التزامه بإعادة الحكومة الصومالية. وفي الختام أعرب كل من أوغاس محمد علي أوغاس ونجلة المرحوم ليبان علي مهدي ومهدي علي مهدي قادة ومؤسسات الحكومة الفيدرالية على إقامة مراسم التشييع الوطنية للمرحوم. تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يمدد مهمة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال أميسوم حتى ديسمبر المقبل. وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومة الفيدرالية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكثيف القتال ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال المجلس أن الجيش الوطني الصومالي سيستلم المسؤولية الأمنية من قوات حفظ السلام الإفريقية أميسوم في عام 2023، مشددا على أهمية بناء وتأهيل القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد. كما دعا مجلس الأمن القادة الصوماليين إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها في 17 من سبتمبر العام الماضي. ورحب مجلس الأمن بتقديم المحرز في الصومال وتعاونه مع بعثة الاتحاد الإفريقي، معربا عن قلقه من التهديد الأمني الذي يشكله إرهابيو ميليشيات الشباب. قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو أنه يعتزم زيارة الصومال خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك في تصريح حصري للأناضول والتلفزيون التركي حول المستجدات في ملفات السياسية الخارجية. وأكد أوغلو أن تركيا تولي اهتماما كبيرا للصومال وتعتبرها دولة شقيقة، وأضاف: من المهم أن يتوصل كافة الأطراف في الصومال إلى تفاهم بشأن الانتخابات بأسرع وقت. وتابع: الكل في الصومال هم أشقاؤنا، ونحن نحتضن الشعب دون تمييز. وجدد تأكيده على ضرورة توافق الفرقاء الصوماليين فيما يخص الانتخابات بأسرع وقت ممكن. وقال أيضا: نخطط لزيارة الصومال في هذا الإطار للتأكيد على دعمنا للعملية الانتخابية، وهم يرغبون بقدومنا. تفقد قائد الفرقة 21 للجيش الوطني اللواء محمد عدو علي أكاديمية هرقبوبئة العسكرية بمدينة قرعال، ويتدرب في الأكاديمية حاليا وحدات من الجيش تستعد لشن عملية عسكرية واسعة للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من كافة مناطق ولاية قلمدق. واستمع اللواء محمد إلى تقارير مفصلة من الضباط في الأكاديمية حول سير التدريبات، مشيرين إلى أنهم تجاوزوا المرحلة الصعبة من التدريب بهذه الوحدة، وحان الوقت للاستفادة من تدريبهم المتقدم. وأشاد قائد الفرقة 21 بالجنود والضباط الأكاديمية على تحملهم بالفترة الطويلة التي استغرقت التدريبات، متعهدا باستكمال المعدات اللازمة من أجل استفادة كفاءة القوات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا نهاية النشرة، حتى نلتقي مرة أخرى نترككم برعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.